بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان وكيف يكون وكيف سيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون والصلاه والسلام على النبي الحنون سيدنا ورسولنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه واله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقبل الله طاعاتكم كل عام وانتم بخير ها قد انتهت ايام هذا العيد الكريم والحمد لله رب العالمين انها الفرحه العارمه التي تجتاح القلوب والافئده تجتاح المسلمين صغارا وكبارا في مشرق الارض ومغربها حين يفرحون بعيدهم عيد الاضحى ومن كان له حاج هناك سيزداد الفرح فرحا وستزداد المسره مسرات ومسرات والحمد لله رب العالمين برنامج حياه طيبه من خلاله نطل على حدائق القران الكريم والسنه النبويه الشريفه لنعاين تلك الدرر وتلك اللطائف وذلك المعين الذي لا ينضب حياه طيبه ايها الكرام الفرحه التي يعيشها المسلمون في كل عيد والفرحة التي يعيشها كل مسلم في كل عبادة يؤديها لله رب العالمين لها اسباب واسباب، تعالوا لنقف مع سبب عظيم من اسباب ان تكون فرحا، من اسباب ان تحيا حياة طيبة، تعالوا إلى سبب غريب عجيب قد لا يخطر على بالنا. تعالوا لنقف عند اولئك الذين نقلوا لنا هذا الوحي الكريم حتى استطعنا ان نشعر بهذا الفرح ان نشعر بحياتنا ان نشعر بانفسنا ان نشعر بوجودنا ان نستشعر عبادتنا لربنا المعبود سبحانه وتعالى الصحابه الكرام المعجزه الثانيه الصحابه الكرام المعجزة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم، وستتساءل أيها السائل، أيها المستمع، أيها المشاهد الكريم، ما السر في أن يتكون الصحابة الكرام رضي الله عنهم سبباً لفرحتنا؟ أقول لك باختصار لأنهم هم نقلة الشريعة، لأنهم هم حراس الدين، لأنهم هم حماة الإيمان، لأنهم هم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امته الكريمه الى قيام الساعه وقفتنا اليوم مع الصحابه الكرام اذ هم سبب عظيم من اسباب فرح المسلمين في الارض لانهم نقلوا لنا ما جاءنا عن ربنا سبحانه وتعالى وما جاءنا عن حبيبنا ورسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم فالفرحه والسرور والأمل والابتسامة والحبور الذي يعيشه المسلمون في الأرض من أسبابه الصحب الكرام الذين نقلوا لنا أن هذا عيد وأن هذا حج وأن هذا عرفة وأن هذا هي, هي العفة وأن هذا هو الحياء وهكذا بجميع أركان ومفاصل هذا الدين الكريم أيها الأعزة هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وقفتنا اليوم مع الصحابه الذين هم المعجزه الثانيه للنبي صلى الله عليه وسلم فكونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم حياه طيبه ولنقف اليوم مع الصحابه الذين هم الذين هم المعجزه الثانيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه العباره بحاجه الى تفسير الى توضيح ما معنى ان يكون الصحب الكرام هم المعجزه الثانيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامام القرافي الفقيه المعروف يقول لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه الا اصحابه لكانت كافئه. ان تربيه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الامام محمد الغزالي المعاصر رحمه الله، ان تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لجيل الصحابه يعد المعجزه الكبرى بعد القران الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الناس من الظلمات من قاع الظلمات وانتشلهم وانتقل بهم ليكونوا قادة للأمم، ليكونوا منارات يهتدى بها على مر الزمان والعصور صلى الله عليه وسلم، التربية النبوية العظيمة الحكيمة الحقيقية التي أخذت الصحابة الكرام إلى مصاف الكبار، إلى مصاف النجوم في السماء. عليهم رضوان أيها الكرام قلنا في مقدمة الكلام إن الفرح الذي يغمر الناس بسبب العيد لا بد أن نعلم أحد أسبابه وهم الصحابة الكرام نقلوا لنا أن هذا عيد وأن هذا عرفة وأن هذا الحج وأن مناسك النبي صلى الله عليه وسلم التي أداها هي كذا وكذا وكذا نقلوا لنا فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل فمن عرف للفضلاء فضلهم كان فاضلا ومن أنكر للفضلاء فضلهم فقد تدنى وتهاوى الفضل للصحب الكرام لا بد لكل مسلم أن يعرفه أن يعرفه لأن الله عز وجل جمعهم جمع مهاجريهم وأنصارهم وأثنى عليهم ووعدهم بخير كثير يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا والذين اووا ونصروا اولئك لهم مغفره ورزق كريم اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم هؤلاء هم المؤمنون حقا اللي هاجروا وتعبوا اهل مكه واللي اووا نصروا اهل المدينه اللي استقبلوا الانصار القران الكريم يقول اولئك هم المؤمنون حقا رضي الله عنهم وارضاهم هؤلاء هؤلاء الكرام الذين بني عليهم هذا الدين الاسلام بعظمته باجنحته الممدوده في مرافق الحياه كلها هذا الاسلام العظيم بني على ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاءنا عن ربنا وعن رسولنا لم ياتنا الا عن طريقهم رضي الله عنهم وارضاهم، من نقل لنا كلام الله الا الصحب الكرام، من نقل لنا, لنا كلام رسول الله الا الصحب الكرام، من علمنا الفقه، من علمنا التفسير، من علمنا الحديث، من علمنا الدين الا الطبقه التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين امته الكريمه الى منتهى الزمان. انهم طبقه الصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم نقله الشريعه حماه الدين حراس الايمان لذلك في موضع واحد من مواضع القران الكريم اثبت الله لهم الجنه واوجب علينا متابعتهم اوجب لهم محبته وجنته وفرض علينا اتباعهم جاء حميد بن زياد الى محمد بن كعب القرضي من كبار الصالحين قال حدثني عن الصحابه قال له ما الذي تريد ما الذي تريد ان الله عز وجل اوجب لهم محبته وجنته وفرض علينا اتباعهم في موضع واحد من القران الكريم قال اي موضع قال الم تسمع قوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ولاحظ كلمة تحتها، تجري تحتها الأنهار، الموضع الوحيد في القرآن الكريم اللي القرآن يقول تجري تحتها ولم يقل تجري من تحتها، 35 موضع في القرآن الكريم يقول رب العالمين تجري من تحتها الأنهار، إلا في هذا الموضع الرقم 36 يقول القرآن الكريم تجري تحتها الأنهار، الذي داره مطل على بحر على نهر هذا الدار يسمى تجري من تحته الانهار لان يعني تجري من امامه اما اذا كان الدار في وسط البحر يعني في وسط الماء فوق الماء فهذا يقال له تجري تحته الانهار يعني الدار الذي على مطل على ماء فنقول له تجري من تحته الانهار من تحته الانهار اما اذا كان القصر او البيت او المسكن على الماء نفسه فنقول تجري تحتها الأنهار هي إشارة إلى عظم الجزاء هي إشارة إلى عظيم النعيم يوم القيامة وهناك إشارة أخرى وإشارة إلى أنهم المنبع منهم تنبع الأنهار أنهار الحكمة والمعرفة والعلم والفقه والدين والإخلاص والأخلاق وقل كل فضيلة لست عليها بالملام أيها الأعزاء أيها الكرام الصحب الكرام ميزهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنوعت اساليبه عليه الصلاه والسلام في الثناء عليهم اثنى عليهم جمله واثنى عليهم تفصيلا يعني اثنى عليهم بالمجموع واثنى على فرادى منهم على اشخاص ودعا لهم جميعا ودعا لبعضهم فرادا بالاسماء صلى الله عليه وسلم ودعا لهم جميعا وصلى عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم وجاءت الاحاديث النبويه في بيان فضل الصحابه الكرام فيها نكهه خاصه فيها جمال وكانك وكانك اذا صح التعبير واذا جاز لنا التشبيه كانك تنظر الى الى الى, إلى سله مملوءه بالفواكه الكبيره العظيمه اللذيذه يقول لك الحبيب صلى الله عليه وسلم وتامل في جمال هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاه والسلام ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وافرضهم زيد يعني بالمواريث زيد بن ثابت واقراهم ابي الا وان لكل امه امينا الا وان امين هذه الامه ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنهم وارضاهم كانك تنظر الى سله فواكه كل واحد مختص بشيء مع وجود بقية الفضائل فيه لكن كل واحد منهم تميز بشيء وكل الفضائل مجموعة فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم جمال في جمال والقصص والأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة كثيرة يوم من الأيام سيدنا أبو موسى الأشعري وهذا الحديث قصته جميلة ولطيفة وبها سر سيدنا أبو موسى الأشعري قال جيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنت طلع فرحت ودورت فإذا به فوجدتوني عند بئر اريس، بئر اريس سيدنا النبي كان دخل فيه، قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بئر اريس وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم، قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على القف، وكشف عن ساقيه عليه الصلاه والسلام، ودلاهما في البئر، يعني قعد على حافه البئر والقدمان الشريفتان ساقان الشريفتان ممدوده في البئر، يقول ابو موسى فخرجت وقلت لأكونن اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا راح أصير بواب السيدنا النبي وقعد برا البئر يعني برا المكان اللي بيها البئر قال انتظرت قال فجاء أبو بكر فقلت على رسلك يا أبو بكر قال راد يدخل قلت له انتظر فت على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا بكر يستأذن فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا موسى ائذن له وبشره بالجنة وخرج أبو موسى وقال له سيدنا أبو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياذن لك ويبشرك بالجنه ويقول سيدنا ابو موسى ويدخل سيدنا ابو بكر الله يرضى عنه ويجلس يمين النبي صلى الله عليه وسلم على القف وايضا يدل يدل, يدل ساقيه في البئر يقول رجعت وقفت على الباب قال قلت يا رب لك يجي اخوي يقول جاء عمر فقلت على رسلك ودخلت يا رسول الله ان عمر يستاذن فقال ائذن له وبشره بالجنه ويطلع سيدنا ابو موسى لسيدنا عمر يقول له ادخل إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لك وبشرك بالجنة ويقول دخل سيدنا عمر رضي الله عنه وجلس يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم على القف ثلاثتهم صاروا قاعدين على حافة البير يقول أبو موسى يقول يا رب بس دبعت لي أخوي لأن سيدنا النبي كل من عيجي يبشره بالجنة ويقول يطلع سيدنا عثمان وقل انتظر يا رسول الله إن عثمان يستاذن فقال صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ويطلع سيدنا ابو موسى يا سيدنا عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه على مصيبه على بلوى تصيبك فقال سيدنا عثمان لما سمع الكلام قال الله المستعان ويدخل سيدنا عثمان ما يلقي مكان بالحوطه بالحافه ويقعد صفحه سيدنا سعيد بن المسيب يقول فاولتها قبورهم مكانتهم بقبورهم شلون سيدنا ابو بكر سيدنا عمر صاروا قريبين من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الف الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الاحاديث كثيره والفضائل التي وارده كثيره، لهذا وقف سيدنا ايوب السخستاني فقال من احب ابا بكر فقد اقام الدين ومن احب عمر فقد اوضح السبيل ومن احب عثمان فقد استنار بنور الله. ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن قال الحسن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق فقد برئ من النفاق صلى الله عليه وسلم الذي ربى هؤلاء الكرام حتى صاروا قناديل يقتدى بهم رضوان الله تعالى عليهم هؤلاء الصحابة حتى قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ حب الصحابه الكرام حب ال البيت اللي يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصادق في محبه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يحب اله ويحب اصحابه ويحب ازواجه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي جعله الله عز وجل رحمه للعالمين وجعل من معه رحمه لمن بعدهم، قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتوون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل، كانوا مضرب المثل عند الامم السالفه رضي الله عنهم وارضاهم، لهذا يقول سيدنا ابن عباس: قل لا تسبوا الصحابه فإن موقف أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة وسيدنا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين يقول رضي الله عنه وأرضاه يقول لمشهد شهده رجل منهم من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح رضي الله عنهم وأرضاهم يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم تجود بالدمع عيني حين أذكره أما الفؤاد فللحوض العظيم ظمي كان الصالحون يعلمون أبنائهم محبة الصحب الكرام أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولآله ولصحبه ولمن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم باحسان اوجب الله اتباعهم بقوله بحرف الهاء والميم اتبعوهم باحسان والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم انزل رضاك الكامله على ال سيدنا رسول الله وصحبه صلى الله عليه وسلم آمين اللهم آمين الصحابة الكرام هم المعجزة الثانية هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مولانا رب العالمين وارحم اللهم من علمنا ومن تعلم منا ووالدينا واجزهم عنا خير الجزاء والسلام عليكم